خا يوسف شرحنا الآلة العجيبة. السارة كانت عادية، قطعت لها حيط للجناب، قطعت من هذيك، شو خديت هاد البياسة نحاس كروني تعمل القهوة ديالي، أي وقت طاري، غادي غتلوح القهوة ديالي. كأنهم اللي كتشدغا كتدخل مع التيب كتشبط لاموس بمساء وسط الطبيعة، ماشي ضروري بريسة وبار يعني بريسة في وسط الطبيعة يعني بس بلي يبقى ورا غير فهمون هذه أشهر عصابة كاينة في المغرب. هنا يمطاطق مليون، هنا مليون ومئتين، هنا 324. من بعد ما نزلنا من قمة جبل تبقال وصلنا بالليل لدوار أرمو وقررنا نباتوا في هاد اللوبيرج اللي عنده واحد الإطلالة رائعة على دوار أرمو، وهذا كان أول صباح عندنا هنا إن شاء الله. كتغضبني الغضب دا يوسف، كتغضب الخواتي والو يوسف عنده قهوة كحلة في الدم أخوتي، ودا ما كانتش القهوة كحلة الله ما يفتحها عين حكي اختار شي فيو ولكن أخي وائل مع الطبيعة يا سلام صراحة عشان ما كنقدرش نحل عيني في الصباح ولكن في الطبيعة يا صباح الراحة. يا سلام فين كنا البارح اخوتي هاد القمه غنشربوا القهوه باي طريقه ضروري. صباح الخير عليكم، ندوقوا واحد الدكه قهوه كحله لليد السي يوسف، طلعنا شي دكه حمقى ان شاء الله في هذا الفيو هذا المنظر. يا سلام اي بتشل خاي يوسف شرحنا هاد الآلة العجيبة ديالك الخاوة. السارة عادية هاديك، كيفاش عملتي دابا هاد القضية هاد تيو هادا؟ السارة كانت عادية، شديتها قطعت لها حيط للجناب ديالها، قطعت من هاديك التيبة اللي هنا، وخديت هاد البياسات من هاد ديال البلومبي ديال النحاس، نحاس كروني تعمل القهوة ديالك هنا، أي وقت طاري عادية، غير فين كاين البلاك، غادي غتلوح القهوة ديالك. كأنهم اللي كتشدغا كتدخل مع هاد التيب كتشرب بريسيا بلا موس بمسائل يعني قهوة وسط الطبيعة، ماشي ضروري بريسا وبار يعني بريسا في وسط الطبيعة الناس بلي القهوة راه غير فهمون بار كيفاش. تحياتي يا خويا، مناسبة اخوتي هادي أشهر عصابة كاينة في المغرب الدالي لا ما خير. هانتوما اخوتي تيك توك ديالو يوسف أوت دور، دخلوا عنده وتشوفوا بزاف الفيديوهات على هاد العصابة. هنا يمطاطق مليون، هنا مليون ومئتين، هنا 300 باجين. هي القهوة بدات كتعصر اخوتي. بالنسبة لهذا الواد اخوتي اللي جايز من هنا، هذا واد إمليل، هذا واد إمليل، ها هو الثاني إمليل هذا الواد هذا، ها هو ماشي هايدا إمليل، راه هي جات ليه هن إمليل. الدوار هذا هو دوار أرمد اللي جا ما بين إمليل طريق التبقال، ما الطريق هادي كيبدا الترازي التبقال، الطريق هادي اللي كتشوفوها جايزة من هنا، هادي من هنا كيبدا الترازي التبقال، وتقوزو من هنا لهن كاين بوانتا شي فين كتبوانتي عند المخزن الدارات وكذا، كتشوفو ديك القمة اللي فيها التلج، ها ديالها كاين جبل التبقال، كاينة القمة هادي حتى هي كيطلعو لها الدراري. حنا ما بغيناش نباتو في إمليل حيت إمليل ما صراحة ما عندك ما تشوف فيها، بغينا نباتو في هاد أرمد حيت قليل اللي كيبات هنايا صراحة. هاد المنطقة من ناحية بياتا كنظن حسن من إمليل على حسب الطبيعة اللي فيها. راه الواد جايز من هنا واحد الشلال إمليل كيقولوا له، قال لهم ها هي إمليل، إمليل ها هي قريبة نمشيو لها غير على وزننا، أصلا حنا الوجهة الثانية إن شاء الله تكون إمليل، وها إمليل نمشيو مراكش. بالنسبة للدراري اللي كي تما بغا يبات في إمليل ولا بغا يبات في هاد أرمد، بقى الإختيار ديالك، حنا إختارنا أرمد، صراحة فيلاج مزيون، الفيو هنايا مزيون، كاين الهوا نقي، غير شني برودة، برودة بصح تجي بيان إيكيب، هادشي اللي كاين أخوتي. صراحة لوبيرج كيتميز بإطلالة رائعة على دوار أرمد، تقدر تشوف الدوار كامل وأنت جالس نص الصالون لوبيرج، منظر بانورامي ساحر، خصوصا ملي كيكون التلج في الدوار اللي كيزيد الدوار واحد الجمالية رائعة. يعني دابا هاد الفيو هذا كتشوفو متينا ناعس، وهذا دابا نستعدو باش نشبو الطريق لإملي إن شاء الله. دابا ها هو وادي إملي، ها هي إملي لتحت، شبو الطريق لمراكش. دابا غنقصدو إملي إن شاء الله باش نشبو الطريق لمراكش. خرجنا من ديك الشانطي اللي كنا ماشيين فيه، خرجنا في هاد الغابة هادي،
بالرغم اكتظاظ الامليل بالسياح، ولكن كيبقى الجمال ديالها مميز على باقي الدواوع. احنا وصلنا الامليل اخوتي حكم الرواج اللي فيها، وهذه الصناعه التقليديه والحرف اليدويه الموسى ابن عن جد معروضه على جنبات الطريق اللي كيعرفوا بتقاليد المنطقه وثقافتهم العريقه. الرحله دامت اكثر من 3 ايام وما زالت مستمره ان شاء الله. تعرفت على ناس وثقافات مختلفه وغريبه بالنسبه لي، بالرغم من وحده الوطن الا ان هناك العديد من الاختلاف في اللغه والتقاليد والثقافه. تعلمت بزاف من هاد الناس البسطاء اللي كيعيشوا الحياه باقل التكاليف ومستغنين على طرف الدنيا. الهم الوحيد ديالهم لغمه العيش فقط. الحمد لله الرحله دازت في احسن الظروف افضل الاحوال. الان احنا في مراكش نلتقي في مغامره جديده ان شاء الله. رواج سياحي بالوجهات الرئيسية في المملكة يميز نهاية هذه السنة.